السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء في الصف التاسع، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. معكم معلمتكم معلمة اللغة العربية هيا البري، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. ما زلنا يا تاسع في الوحدة الثانية التي تحمل عنوان قصة وعبرة، وما زلنا في تحليل نص القراءة الذي يحمل عنوان الحمامة والثعلب ومالك الحزين. اليوم إن شاء الله سنقوم باستكمال القراءة التفسيرية لهذا النص. والآن يا تاسع نستكمل نص القراءة الذي يحمل عنوان الحمامة والثعلب ومالك الحزين. درسنا في الحصة الماضية القسم الأول من هذه القصة. دعونا قبل البدء بهذا التفسير نتذكر أحداث القصة. ملخص القصة: في القسم الأول تتحدث القصة عن حمامة مسكينة تبيض فوق رأس نخلة وتحتضن بيضها إلى أن يفقس، فيأتي الثعلب تحت الشجرة ويبدأ بتهديدها إلى أن تلقي له بالفراخ. وذات يوم أقبل عليها مالك الحزين فوجدها حزينة، فقال لها: ما لي أراك كاسفة البال سيئة الحال؟ فروت له حكايتها، فقال لها: إن أتاك ذاك الثعلب قولي له لا ألقي إليك فرخي، فرق إلي إن استطعت، أي بمعنى اصعد إلي. هذه الحيلة التي علمها مالك الحزين للحمامة. دعونا يا تاسع نكمل هذه القصة. فلما علمها مالك الحزين هذه الحيلة طار فوقع على شاطئ نهر، فأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف فوقف تحت النخلة ثم صاح كما كان يفعل، فأجابته الحمامة بما علمها مالك الحزين، فقال لها: أخبريني من علمك هذا؟ قالت: علمني مالك الحزين. فتوجه الثعلب حتى أتى مالك الحزين على شاطئ النهر فوجده واقفا. إذن بداية يدور حوار بين الثعلب والحمامة، وفي آخر الحوار يتوجه الثعلب إلى الشاطئ ليجد مالك الحزين واقفا. دعونا يا تاسع نفسر هذه الفقرة. فلما علمها مالك الحزين، فالهاء هنا تعود على من؟ الحمامة. أحسنتم. بماذا علمها؟ علمها حيلة تخلصها من مكر الثعلب. طار مالك الحزين ووقف على شاطئ نهر كما ترون في السورة، فأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف، أي في الوقت الذي تعود من الحمامة أن تكبر فراخها ليأتي ويطلب منها الفراخ، فوقف تحت النخلة كعادته. انظر يا تاسع، ثم صاح كما كان يفعل، فأجابته الحمامة بما علمها مالك الحزين. إذن بماذا أجابته الحمامة؟ أحسنتم، بما علمها مالك الحزين. علمها حيلة تخلصها من دهاء الثعلب ومكره. فقال لها: أخبريني من علمك هذا؟ قال الثعلب للحمامة، ويتساءل هنا همزة استفهام، ويسأل الحمامة: من علمك هذا؟ فتقول وتجيب: علمني مالك الحزين. هنا يا تاسع للأسف تذكر الحمامة اسم ناصحها، تذكر اسم ناصحها، وذلك ربما يكون غباء منها دون قصد. فتوجه الثعلب حتى أتى مالك الحزين على شاطئ النهر فوجده واقفا. إذن يذهب بعدها الثعلب لمالك الحزين. هيا يا تاسع نكمل. إذن هنا ما الفكرة الرئيسة في هذه الفقرة؟ هيا يا ريفان. أحسنتي. طريقة الحمامة في تنفيذ الحيلة. في هذه الفقرة تنفذ الحمامة الحيلة التي علمها إياها مالك الحزين، لكنها للأسف تذكر اسم مالك الحزين وتذكر اسم معلمها، لذلك تبوح بالسر، وهذا الذي يؤدي إلى حتف مالك الحزين. نتابع القراءة ونرى ما تخفي لنا هذه القصة من أحداث، ولكن قبل ذلك لابد علينا أن نتذكر بعض القضايا اللغوية لنتذكر قواعد درسناها في الصفوف الماضية. هيا بنا. من يذكرني بإعراب تحت؟ هيا يا ميرا. أحسنتي. ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. تابع زكريا. ذكرني بإعراب علمني، علم
والنون والياء، ذكرني يا زكريا. أحسنت، علم فعل ماض مبني على الفتح، ونون الوقاية لا محل لها من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. أحسنت يا زكريا، إذن فعل ماض مبني على الفتح، نون الوقاية لا محل لها من الإعراب، وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. مقدم. إذن من هذه الفقرة يا تاسع نستنتج ونتعرف طريقة الحمامة في تنفيذ الحيلة، ولكن للأسف هذه الحمامة تذكر اسم معلمها الحيلة وتذكر اسم مالك الحزين وتقول للثعلب من علمها الحيلة. دعونا نتابع أحداث القصة. والآن يا تاسع نستكمل القراءة التفسيرية لهذه القصة. دعونا نكمل ونرى ما تخفي هذه القصة من أحداث. فقال له الثعلب: يا مالك الحزين، إذا أتتك الريح عن يمينك فأين تجعل رأسك؟ قال: عن شمالي. قال: فإذا أتتك عن شمالك أين تجعل رأسك؟ قال: أجعله عن يميني أو خلفي. قال: فإذا أتتك الريح من كل مكان وكل ناحية أين تجعله؟ قال: أجعله تحت جناحي. قال: وكيف تستطيع أن تجعله تحت جناحيك؟ ما أراه يتهيأ لك؟ قال: بلى. قال: فأرني كيف تصنع. فلعمري يا معشر الطير، لقد فضلكن الله علينا، إن كنا تدرين في ساعة واحدة مثل ما ندري في سنة، وتبلغنا ما لا نبلغ، وتدخلن رؤوسكن تحت أجنحتكن من البرد والريح، فهنيئا لكن، فأرني كيف تصنع. هنا يا تاسع يلجأ الثعلب إلى الحيلة للقضاء على مالك الحزين. دعونا نتابع ونفسر. بداية قال له، هنا الهاء تعود على مالك الحزين: يا مالك الحزين، إذا أتتك الريح عن يمينك أين تجعل رأسك؟ يجيب مالك الحزين ويقول: عن شمالي. يكمل الثعلب ويقول: فإذا أتتك عن شمالك أين تجعل رأسك؟ يكمل مالك الحزين ويجيب ويقول: أجعله عن يميني أو خلفي. يقول الثعلب: فإذا أتتك الريح من كل مكان وكل ناحية أين تجعله؟ يقول مالك الحزين: أجعله تحت جناحي. يحاول الثعلب أن يجعل مالك الحزين يقع في الحيلة ويخفي رأسه تحت جناحي لكي ينقض عليه. قال: وكيف تستطيع أن تجعله تحت جناحيك؟ هنا يسأل الثعلب: ما أراه يتهيأ لك؟ ما معنى يتهيأ يا ريفان؟ أحسنتي، بمعنى يتجهز. ما أرى ذلك يتهيأ لك؟ يتهيأ يتجهز من الفعل هيأ. قال: بلى. يجيب مالك الحزين ويقول: بلى. قال: فأرني كيف تصنع. فلعمري يا معشر الطير، ما معنى فلعمري؟ ما معنى يا آية؟ أحسنتي، فلعمري بأسلوب قسم أي أقسم بعمري. يا معشر الطير، لقد فضلكن الله علينا، أي أن الله سبحانه وتعالى ميزكن علينا، إن كن تدرين في ساعة واحدة مثل ما ندري في سنة، وتبلغنا ما لا نبلغ. ما معنى تبلغنا؟ هيا يا ميرا. تبلغنا بمعنى تستطعنا. هنا يبدأ الثعلب بتنفيذ الحيلة ويمدح معشر الطير: وتدخلن رؤوسكن تحت أجنحتكن من البرد والريح، لكي يقوم مالك الحزين بإدخال رأسه بين جناحيه. فهنيئا لكن، فأرني كيف تصنع. يبدأ مالك الحزين ويطبق ما يقول الثعلب لكي يستغرب ويندهش من معشر الطيور. انظر يا تاسع، الثعلب ينفذ حيلة للقضاء على مالك الحزين. ما الفكرة الرئيسة هنا؟ ما الفكرة الرئيسة؟ أحسنتم، لجوء الثعلب إلى الحيلة للقضاء على مالك الحزين. إذن في هذه الفقرة يا تاسع يلجأ الثعلب إلى الحيلة للقضاء على مالك الحزين، ومالك الحزين هنا لا يستطيع أن يقدم النصيحة لنفسه. هيا نتذكر بعض القضايا اللغوية الهامة في هذه الفقرة. هيا يا تاسع،
تدخلنا. من يذكرني بالإعراب يا أسامة؟ أحسنت، فعل مضارع مبني على الفتح، عفوا مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. أحسنت، فعل مضارع مبني، درسنا في الصف الثامن حالات بناء الفعل المضارع، يبنى الفعل المضارع على السكون عند اتصاله بنون النسوة. أحسنت، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أحسنت، من يستخرج حرف جواب؟ أحسنتم، بلى حرف جواب. هيا بنا نكمل. والآن يا تاسع نصل إلى الفقرة الأخيرة من هذه القصة، دعونا نقوم بالتحليل والتفسير. فأدخل الطائر رأسه تحت جناحيه فوثب عليه الثعلب فأخذه فهمزه همزة دقت عنقه، ثم قال: يا عدو نفسك، ترى الرأي للحمامة وتعلمها الحيلة لنفسها وتعجز عن ذلك لنفسك حتى يتمكن منك عدوك، ثم أجهز عليه وأكله. دعونا يا تاسع نقوم بتفسير هذه الفقرة، هيا بنا. إذن هنا هذه الفقرة تبين نهاية مالك الحزين عندما وضع رأسه تحت جناحيه. وضع مالك الحزين رأسه تحت جناحيه، ماذا فعل الثعلب عندها؟ ماذا فعل يا حسن؟ وثب عليه. ما معنى وثب؟ ما معنى وثب؟ أحسنت، وثب بمعنى قفز. فأخذه فهمزه همزة، ما معنى همزه همزة؟ هيا شهد. أحسنت، دقه دقة أي ضربه، دقت عنقه. ما معنى دقت عنقه؟ أحسنتم، بمعنى كسرته. ثم قال، هنا الثعلب يوجه حكمة ويقول: يا عدو نفسه، ترى الرأي للحمامة، أي أنك تعلم الحمامة ماذا؟ أي زكريا. أحسنت، الرأي بمعنى النصيحة، أنت تنصح الحمامة وتعلمها الحيلة لنفسها وتعجز عن ذلك لنفسك حتى يتمكن منك عدوك. لاحظنا كيف عجز مالك الحزين أمام حيلة الثعلب، ثم أجهز عليه. هيا يا عمر، أجهز عليه بمعنى قضى عليه من الفعل، جهزه. إذن يا تاسع بهذه الفقرة تبين نهاية مالك الحزين. ما الفكرة الرئيسة؟ هيا يزيد، نهاية مالك الحزين. انظر يا تاسع، عندما وضع مالك الحزين رأسه تحت جناحيه، انظر ماذا حصل، وثب عليه الثعلب ثم أجهز عليه وأكله. هذه هي قصتنا يا تاسع، دعونا نتكلم عن العبر في هذه الفقرة. ما العبر المستفادة؟ ما الدروس المستفادة للقصة؟ ماذا استفدت يا تاسع من هذه القصة؟ هيا نبدأ. هيا يا إسماعيل، أحسنت، التفكير قبل اتخاذ القرار. نتابع ركان، عدم البوح باسم من يزدي لنا النصيحة. أحسنت أيضا. هيا يا آية، أحسنت، على الإنسان أن ينصح نفسه قبل أن ينصح الآخرين. ولاحظنا كيف مالك الحزين لم يستطيع، قدم الرأي النصيحة للحمامة وعلمها الحيلة لتنجو من مكر الثعلب، لكنه للأسف لم يستطيع أن ينجو من مكر الثعلب. هيا الآن دعونا نقوم بتحليل القصة إلى عناصرها الأساسية. والآن يا تاسع نبدأ بتحليل القصة إلى عناصرها. درست في الصفوف الماضية أن القصة القصيرة عدة عناصر، دعونا نتذكرها سويا. نبدأ يا دانا، أحسنت، الشخوص، وتمثلت بالثعلب الماكر المخادع والحمامة المسكينة. إذن الشخوص تتمثل في الثعلب ماكر ومخادع،
الحمامة ضعيفة ومستسلمة، قليلة التفكير، مالك الحزين، ينصح الآخرين ولا ينصح نفسه. أحسنتم. المكان وكان أعلى النخلة، نتابع. رائعين. الزمان في قديم الزمان، نتابع. هيا يا ريان. الحدث ما أحداث القصة. أحسنتي. حمامة ابتليت بثعلب يتوعدها فتخاف منه وتلقي بفرخيها إليه أو له. أحسنتي. تابع يا ياسين. يعلم مالك الحزين الحيلة للحمامة، ثم يأتي الثعلب للحمامة وتقول له كما علمها مالك الحزين، ثم يأتي الثعلب لمالك الحزين فيحتال عليه ومن ثم يقضي عليه كما رأينا. تابع. هيا يا إبراهيم. العقدة أو الحبكة أين ظهرت؟ أحسنت. عندما تقول الحمامة للثعلب ما علمها مالك الحزين إياه. هيا نتابع. هيا يا عمر. الحل وهو يقضي الثعلب على مالك الحزين، نهاية مالك الحزين. أحسنتم. هذه يا تاسع الأفكار الرئيسة لقصة الحمامة والثعلب ومالك الحزين. ما عليك إلا أن تقوم بكتابتها على دفتر المعاني أو في دفتر المعاني. شكرا لكم لتعاونكم. أرجو تدوين هذه الأفكار في الدفتر. وهنا يا تاسع المعاني والمفردات لقصة الحمامة والثعلب ومالك الحزين، أيضا الرجاء تدوينها بخط مرتب وواضح. وهنا تتمت المعاني لهذا الدرس، أرجو تدوينها بخط واضح ومرتب وجميل وحفظها أول بأول. شاكرة لكم حسن التعاون. إلى هنا يا تاسع أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحصة. دمتم في أمان الله ورعايته وحفظه. إلى اللقاء.